بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. احنا النهارده في ندوه الحج الكبرى. الندوه كان عنوانها غايه في الدقه والروعه، بيقول مراعاه الرخص الشرعيه والتقيد بالانظمه المرعيه في شعيره الحج. الندوه طبعا حضرها وزير الحج السعودي ومفتي الديار المصريه والشيخ عبد الرحمن السديس وكتير من الشخصيات الدينيه. لكن شوفوا حضراتكم، هو بيتكلم عن مراعاه الرخص الشرعيه. هو قال مراعاه علشان في ناس بتبقى جايه عايزه تؤدي الحج بشعيره معينه، كل الناس عايزه او معظم الناس بيبقى عايز يعمل عمره وبعد كده يتحلل وبعد كده يحرم بالحج اللي هو التمتع يعني. والتمتع ده يعني بيعمل حاله من حالات الزحام الشديد جدا يوم العيد، علشان الطواف وعلشان السعي بتاع التحلل. فكان من ضمن الاجراءات او الرخص المرعيه اللي قالوها ان احنا نخلي بالنا من الانواع الاخرى للحج اللي هي الافراد والقران، لان ده ممكن يعمل حاله من حالات عدم الزحام الشديد على المنسك الواحد. فاللي هيروح مثلا مفرد او هيروح قارن مش لازم يروح يسعى او يطوف، ممكن يروح على عرفات ويأجل السعي والطواف لنهايه ما هو يقدم، يعني يحاول ان هو يغادر مكه فيطوف طواف الحج وبعد كده يطوف طواف الوداع في طواف واحد، وبعد كده ده يؤدي الى حاله من حالات عدم الزحام الشديد على المناسك. وطبعا كانوا بيتكلموا كمان على فكره الرخص الشرعيه، المشقه تجلب التيسير والضرر يزال، والقواعد اللي موجودة في الدين اللي هي تيسر على حجاج بيت الله الحرام، وتناولوا العديد من القضايا المتعلقة بأحكام الحج، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى تيسيرا على هذه الأمة وتخفيفا على هذه الأمة حط من الإجراءات اللي تحمي الحجاج وتؤدي ليهم المناسك بشكل غاية في السهولة واليسر وعدم المشقة. اتكلموا كمان عن التقيد بالأنظمة المرعية، وده مش مراعاة بقى، ده تقيد، يجب التقيد، لأن التقيد بالأنظمة المرعية ده هيؤدي إلى أمن وأمان الناس اللي بتؤدي المناسك. ففي نظام، في نظام لأداء المناسك وفي نظام لأداء الحج. هذه الأنظمة بتدخل ضمن الاستطاعة، يعني القدرة على أداء الحج ده ليه آليات وليه تصاريح وليه وسائل من خلالها ينال الإنسان الحصول على إذن بأداء فريضة الحج، أو كل ده بيدخل ضمن الاستطاعة المالية، وبناء عليه يجب التقيد بالأنظمة المرعية اللي سنتها الدول وسنتها المملكة العربية السعودية علشان أداء هذه الفريضة. واللي مش هيقدر يوفر هذه التقييدات أو يمتثل هذه الأمور نظر لعدم استطاعة مالية أو خلافه، فالأمر الفريضة تسقط من عليه ولسه لم يستطع إليه سبيلا. حقيقة كانت الندوة مليئة بالشخصيات العامة ومليئة بالكلمات الفقهية والتنظير التوعوي العظيم لهذه العبادة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبادة خالصة لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا فيه المغفرة والرحمة والعتق من النيران.